وزر الوداد للمحطة النهائية الكبيرة بكامل مكوناتها، ولأن الحدث يبقى مميزا للغاية اجتمعت كافة مكونات وداد الأمة لتحتفل باللقب الغالي، حضور لنجوم سابقين ومسيرين ساهموا في تحقيق إنجازات الوداد في السابق، واحتفالية الوداد على عرش الكرة الإفريقية. عندنا واحد هاد الكأس كانت يعني واحد كان عندنا ماشي نقول لك حلم، والحمد لله تحقق. كيفاش بغيت هذه المناسبه تدوز هكا يعني خاويه؟ فلذلك وماشي لاول مره في يعني شحال مناسبه، ذكرى 75 تاسيس الوداد، ذكرى 80 يعني فاش دينا البطوله رقم 18، فاش دينا البطوله رقم 19، وكنتسناو ان شاء الله ال 20. هذا ماشي غريب عندنا والحمد لله. والدراري كيتشوفوا بزاف، كنشوفوا بزاف. علاش؟ حيت كل مره اجتماعات، كل مره يعني مناسبات، لا جيل اللي يلعب في الستينات او السبعينات او لا جيل اللي يلعب دابا، يعني اللعاب القدام كلهم دابا كما كتشوف هنا كلهم كيتعانقوا، يعني معروفين، ماشي كيقول شكون هذا ولا شكون هذا، يعني هذا هو نقطه القوه ديالنا وهذا هو اللي كنسعوا ليه. الحمد لله كما كتشوفوا كالعربي وكذلك الجيل ديال 92 نيبات الداودي فخر الدين بن عبيشه، وعطاو الشعله للجيل الحالي ديال 2017 اللي فاز بكاس افريقيا واللي غادي يمثل المغرب ان شاء الله في كاس العالم للانديه، ونتمناو يشرف الكره المغربيه ان شاء الله. كما كتشوفوا فالوداد فريق عريق، وكنتمناو هاد النتائج الايجابيه في الكره المغربيه تستمر من حسن الى احسن. نجوم بل هم في نظر المغاربة أساطير، أسعد الشعب المغربي في الماضي القريب بتتويجات مع الوداد والمنتخب المغربي، أسماء تحتفل مع وداد الأمة بهذا الإنجاز التاريخي، لقب أول ساهمت فيه إبداعات جيل بداية التسعينات بقيادة موسى نضاوة هداف الوداد التاريخي، وأسماء كحسن بن عيسى، فخر الدين رجحي، رشيد الدلغة، بأم درمان في الخرطوم السودانية، ليستحضر هذا الجيل ذكريات الماضي ويحقق لقب الأميرة السمراء. انتصار بالكأس هذه يعني ما جاتش على الصعوبة، بأن الكأس الماضية ضيع في نصف النهاية، ولهذا كان هذا الفوز المرة هذه يعني بجدارة واستحقاق، فلهذا كنظن بأن هذه يعني قفزه بالنسبه للفريق الوداد. يعني ملي كنتكلم على فريق الوداد كنتكلموا على يعني الكره المغربيه عامه. On est revenu avec un nul précieux qui nous en tout cas ce nul là que les gens attendaient depuis 25 ans. Donc le match retour à casa ça a été difficile les 15 premières minutes, ensuite on a laissé passer l'orage et puis Cartier délivra tout un peuple, je veux dire tout ce public wydadi super qui était au stade pour enfin gagner cette coupe d'Afrique que tout le monde. يعني بالدور يعني من الضروري الفوز بثلاث مقابلات، وهو داخل واحد الضغط كبير، الحمد لله انه تجاوزناه، فزنا بثلاث مقابلات متتاليه وتصدرنا يعني المجموعه. القرعه يعني كتحطنا مع فريق صن داونز اللي هو حامل اللقب في دور الربع، ليس بالفريق السهل انك تخرج يعني او تقصي هذا الفريق اللي هو فريق يعني محترف يعني بمعنى الكلمه، يمتلك مجموعه من اللاعبين الجيدين. نصف النهائي امام نيس مادارجي يعني بعد تعادل سلبي خارج القواعد، تنظن انه مرينا بواحد الفترات اللي هي صعبه، فايزين يعني بجوج لصفر، طرد ديال العطوشي خلى الفريق يعني تحت واحد الضغط كبير، اقليه عدديه عنينه امام فريق اللي هو يمتلك هجوم قوي، تشجع لنا هدف ربما كان ممكن تسجيل هدف ثاني لويس ماداليش، كان ممكن يعني يقصي الوداد وعدم الوصول للمباراه النهائيه، ولكن يعني الاستماته، التركيز العالي، الاراده اللي كانت حاضره، وصلنا الفريق الخصم سجلنا الهدف الثالث اللي كان هدف الاطمئنان. وطبعا يعني المقابله النهائيه كانت مقابله صعبه امام فريق اللي هو يمكن اكثر تتويجا افريقيا اللي هو الاهلي المصري. إبراهيم النقاش عميد كتيبة الوداد، مقاتل في وسط الميدان، خبرة السنين الطويلة مع الأندية المغربية وضعها في خدمة وداد الأمة. النقاش في آخر سنواته الكروية يحقق اللقب الكبير والغالي، مشوار كان صعبا لإبراهيم النقاش ليعود الفريق من بعيد بعد بداية صعبة أمام أندية زاناكو الزامبي والأهلي المصري. كاين صعوبة كبيرة ضد فرق
اللي قوية. يعني من بعد واحد جوج هزائم خارج الميدان دخل واحد الشك للفريق، الجمهور المحيط ما بقاش داير واحد الثقة كبيرة في المجموعة. هذا الشيء اللي كنا حاسين به، ولكن الحمد لله الإدارة التقنية ولا المسؤولين كانوا عارفين ان المجموعه عندها واحد المجموعه قويه غادي ترجع في اي وقت. الحمد لله هادشي اللي تبتلينا اننا جمعنا الشمل، والحمد لله تقاتلنا باش اننا ندوزو احنا الاولين في دور المجموعات. وبالفعل دزنا احنا والاهلي رغم يعني العراقيل، الحمد لله دزنا احنا والاهلي، وصراحه كانت في مجموعه يعني قويه اللي خلاتنا اننا لهاد جوج فروق انهم يمشيو للنهائي. اللعبه ديالي ونفرح الجماهير الوداديه بحكم انني يمكنني لا تصابت في الدقيقه شي 10، يعني كنت حاس برجلي انها مكسره، ولكن انا عمري ما كدات عليا شي بليسور باش ما عرفتش راسي بالله واش مهرس ولا لا. بقيت مامن بالحظوظ ديالي وقلت غتكون غير شي اصابه خفيفه، بقيت لاعب الماتش بحكم انني من بعد فاست ونطريت ديك الكره اللي جا منها البيت لي ماركا بن شرقي. ديك الساعات عرفت راسي بالله راه عندي شي تقسيحه اللي خايبه. زدت مورا شي 5 دقائق وخرجت، كانت عليا يعني كنت رجعنا من مصر بنتيجه ايجابيه، ولكن بالنسبه لي انا كنت شويه محطم انني تنقول باغي نلعب مقابله ديال العوده في المغرب في الدار البيضاء، وبغيت نفرح الجماهير الوداديه تنقول لها كنتمنى من الله ما تكون عندي حتى شي حاجه. ولكن الحمد لله باش درت الراديو عرفت راسي عندي واحد الفراكشور صغيره تيقول لك الحمد لله على كل شيء. ما عرفتش شنو شدات ليا. محمد أناجم ابن مدينة الراشدية يتماثل للشفاء، لاعب يتطلع لتقديم نفسه في مونديال الأندية بعد رحلتين إلى فرنسا بهدف استكمال العلاج. اليوم يعود للركض على أمل أن يستعيد كامل إمكانياته قبل بداية المونديال. لاعب يصنع الفارق، وآمال أنصار وداد الأمة أن يعود أناجم في أسرع وقت للدفاع عن حظوظ الوداد في مونديال الأندية. نتمنى ان شاء الله انني تبرى لي الرجل 100% ان شاء الله باش نكون حاضر في هذا العرس الرياضي في كاس العالم الانديه اللي اش نقول لك اللي ما يمكنش تلعبوا ديما، يعني تقدر تلعبوا مره واحده في حياتك، تقدر تلعبوا جوج مرات، تقدر ما تلعبوش في الكارير ديالك كامل، تقدر ما تلعبوش. تنتمنى ان شاء الله انا تشفى لي الرجل 100% ان شاء الله نكون حاضر في كاس العالم الانديه. ان شاء الله عندي واحد الرغبه انني باغي نلعبوا ان شاء الله، ونكون مع الزملاء ديالي ونعاونهم، وعارف بالله راه غادي يكون واحد الاجواء وجماهير ديالنا اللي غادي تتبعنا، يعني متبخل علينا لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. كأس العالم للأندية بطولة تجمع أفضل الأندية في عالم المستديرة، أبطال القارات في مواجهة مباشرة. الأنظار ستتجه صوب مواهب الوداد، ونجم وليد الكرتي، أشرف بن شرقي، إسماعيل الحداد وآخرون يتطلعون لتقديم أوراق اعتمادهم وإبراز إمكانياتهم على المستوى العالمي. فريق الوداد ربما سيحتك بعد مجموعة الأندية كبيرة من جميع انواع القاره مختلف المدارس، اظن انه تشريف بالنسبه لنا، وفي نفس الوقت فهو فرصه اننا يعني الاستفاده من الاحتكاك مع هذه الانديه هذه. طبعا الوداد ممثل المغرب اول حاجه وممثل القاره، يجب صراحه ان يهتم بجميع التفاصيل، يجب ان او يكون عنده واحد التركيز اللي هو عالي جدا، يجب يعني اخذ المقابلات يعني بجديه، وفي نفس الوقت يعني الان امام واحد مجموعه اللاعبين انهم الدخول في هذا السوق ديال الانتقالات الشتويه، يعني الاعين كلها ديال الانديه الكبيره اوروبيا او لا في اسيا كلها ستكون يعني منصبه على هذه المقابلات، وبالتالي تنظن انهم اللاعبين ديالنا يجب ان لا يضيعوا مثل هذه المواعيد للظهور بمستوى بطوله العالم ديال الانديه. يعني الا تبرز واحد فرق اللي هيمنوا على البطولات القاريه ديالهم، حنايا كابطال افريقيا غنمشيو نبطلوا المغرب ونمثلوا افريقيا باحسن تمثيل. غادي نمشيو باش نمشيو ابعد نقطه ان شاء الله في التظاهره هذه، لما لا نخلقوا المفاجاه بالعزيمه ديال اللاعبين وديال الجمهور وديال المسؤولين، ويعني وان شاء الله ربي غادي يوقف مع هذه المجموعه هذه باش ان شاء الله لما لا نخلقوا المفاجاه ونفوزوا بهذه الكاس هذه. مستوى فريق الوداد لقاءات كثيره، كان لاعبين اللي ما خدوش الفرصه ديالهم وكانوا غير مؤهلين في عصبه الابطال الافريقيه، كان خصهم تدريجيا بعض المقابلات لاخذ الريتم اللقاءات. الحمد لله ثلاث انتصارات الاخيره بينت على المستوى الحقيقي
ديال اللاعبين خصوصا الانتدابات الجديده في داخل الوداد، لا محمد اولاد وكومارا والبقيه ديال اللاعبين، لاعبين اللي اكدوا انهم يستحقوا يحملوا قميص فريق الوداد البيضاوي. المشاركه في كاس العالم الانديه بحد ذاتها هذا تحدي جديد للاعبين وكذلك الاسره ديال نادي وداد، لانها غتمثل النادي وتمثل المملكه المغربيه. احنا مستعدين استعداد جيد لهذه التظاهره هذه. بالنسبه اول حاجه الطموح ديالنا في هذه المسابقه يعني الكره ذاك المغربيه، يعني غادي نشرف الكره الافريقيه، خصنا نعطيو واحد الوجه مشرف للكره الافريقيه، ولا سيما يعني الايام الاخيره شفنا واحد الانتفاضه ديال الفرق ديال شمال افريقيا. الحمد لله غادي نحاولوا نشرفوهم كيف ما قلت لك. وبالنسبه للزول العربي يعني ماشي غير الزول العربي اللي كيتمنى يلعب من كاس العالم الانديه، يعني اي لاعب تيبغي يلعب يعني كاس العالم الانديه كما تعرف الجميع كاين احسن فرق في افريقيا واحسن فرق في اسيا وفريق الكبير فريق ريال مدريد الفريق الملكي، يعني اي واحد كيتمنى يلعب ديك المسابقه باش يلعب ضد الفرق الكبيره. عبد العظيم خضروف وزكريا الهاشمية لاعبا مونديال الأندية، الأول مع المغرب التطواني وزكريا الهاشمية مع الرجاء. عبد العظيم خضروف لاعب يلعب في مراكز عديدة مما جعله عنصرا مهما في تشكيلة المدرب الحسين عموتة. خضروف يتطلع للعب مونديال الأندية في الإمارات وتمثيل كرة القدم المغربية والعربية بأفضل صورة، والبداية أمام باتشوكا المكسيكي بطل منطقة الكونكاكاف. أي لاعب كيتمنى المالية المشاركة الأولى ما كنتش موفق فيها مع فريق مغرب الشيطواني بحكم أننا تقسمنا من الدور الأول. الآن غنمشيو لبطولة العالم وحنا كأبطال إفريقيا. المشاركة الأولى كنا كبطل المغرب بحكم أنه كان البلد مضيف، الآن غنمشيو لكأس العالم الأندية على أساس أنك بطل إفريقيا، فكنظن كتمشي بواحد ثقة أكثر، بواحد الموتيفاسيون كتكون أكثر، بواحد المسؤولية أكثر بحكم أنك كتمثل القارة ديالك. فان شاء الله نمشيو لكاس العالم الانديه باش نديروا واحد النتيجه اللي غترضينا حنا كلاعبين وداديين كاسره وداديه وكمغاربه. أنصار الوداد والجمهور المغربي بشكل عام كان له دور هام في تحقيق اللقب الغالي. جماهير سافرت مع الوداد في إفريقيا وكانت على الموعد في المغرب، حناجر عشرات الآلاف من الجماهير في مباراة الوداد في الدار البيضاء، تشجيع اللاعبين وتأثير على المنافسين. الجماهير ساهمت في التأثير على لاعبي ماميلودي سانداونز في الضربات الترجيحية وأعادت الفريق للمنافسة رغم النقص العددي أمام اتحاد العاصمة الجزائرية. جماهير وداد الأمة ساهمت في الإنجاز وتنتظر بشغف كبير مونديال الأندية. كاس افريقيا الاول كعصبه الابطال ديال العام اللي فات اللي كان عندنا حظوظ قويه وما ديناهاش ما قسمش الله سبحانه وتعالى. اما بالنسبه لهذا الكاس هذا كانت فرقه ما كانش فيكتيف كثير، ورغم الغيابات ديال شي بعض اللاعبين كان مثل جبور ولا فابريس ولا فال ما حضروش معنا في في الدومي فينال، كانت الحظوظ شويه ضئيله، ولكن الحمد لله الخير فيما اختار الله وكانوا اللعابه رجال وخا ما كانش فيكتيف مسائل داك الشيء كان في مستوى عالي الحمد لله على الفوز هذا. المشوار ديال النادي الوداد الرياضي في عصبه الانطال يعني كان مشوار شاق وصعب، يعني والدليل ان وبالخصوص في الاول يعني المقابله الاولى كان بالامكان اننا باش نتقطعوا يعني في الدور التمهيدي، ولكن الحمد لله دزنا بضربات الترجيح. وفي دور المجموعات كذلك يعني من بعد الانتصار ديالنا اللي حققنا في الميدان جاو جوج هزائم كانت غادي تخرجنا من المنافسه، الحمد لله عاوتاني استطعنا باش ننتصروا يعني ثلاث مقابلات وهي اللي كان خاصنا باش ندوزوا يعني المرحله ديال الربع. ومرحلة ديال الربع عاوتاني واجهنا واحد الفريق يعني قوي هو حامل اللقب، ولكن الحمد لله يعني الاداء ديال اللاعبين والفريق غادي في تحسن واستطعنا باش ندوزوا يعني للدومي فينال، واللي واجهنا فيه واحد الفريق عربي يعني فريق مشاكس وصعيب، ولكن الحمد لله عاوتاني حققنا نتيجه ايجابيه يعني خارج الميدان اللي جعلتنا باش نلعبوا هنايا مقابله بكل اريحيه، والحمد لله استطعنا باش نفوزوا.
ومن بعد يعني غتجي مقابله ديال الحاسم الا وهو المقابله ديال النادي يعني مع الاهلي، وكانت مقابله صعيبه، ولكن الحمد لله يعني فريق نادي الوداد الرياضي يعني بحكم يعني تراكم مجموعه من المقابلات في هذه السنين الاخيره في عصبة الابطال يعني حصل واحد التجربه كبيره اللي خولاته باش ياخذ واحد المقابله يعني قويه خارج الميدان، والحمد لله حقق واحد النتيجه ايجابيه اللي جعلته باش يلعب عاوتاني مقابله ديال يعني مقابل النهايه هنايا في يعني في كازابلانكا اللي استطاع باش يعني حسم اللقب لصالحه يعني بالدعم ديال الجماهير الكبيره وبالدعم ديال جميع يعني الجمهور ديال نادي الوداد الرياضي في العالم كامل. فريق الوداد البيضاوي شفنا الباركور ديالو في دي كوب دافريك كان تبارك الله لعبوا مزيان، وكنا نيسنا خسرنا جوج ماتشات في مجموعات مع الاهلي ومع زاناكو، وبفضل ضربنا الاهلي المصري زنا الربع النهائي زنا بضرب زنا بضربه الجزاء مع سان داوز، والحمد لله لعبنا دومي فينا زوين مع اتحاد العاصمه، تعادلنا لهي 0-0 ربحناهم 2-1، خرجنا على الطوشيب حمراء وكافحنا والحمد لله ربحناهم 3-1 انجدروا الاستحقاق. السي عموت تبارك الله دار خدمته. اي فرقه كتاخذ اللقب ما كيكونش المشوار ديالها ساهل، بحكم ان الماتش الاول نقدروا نقولوا هو اصعب ماتش داز عند الوداد، ربحنا بواحد 1-0 بالزز، مشينا للكابون تعادلنا دزنا بضربات الجزاء، والحمد لله كانت هذيك ممكن نقولوا هي البدايه، دخلنا لدور المجموعات على اساس اننا نرتبوا الاوراق ديالنا وكذا، وربحنا الماتش الاول. من بعد جاو واحد جوج ديال الماتشات اللي كانوا صعاب صراحه، لان جوج فرق اللي كانوا كينافسوك في المجموعه هما الاهلي وزاناكو، وكما كتعرفوا راه المجموعه راه دازت الفريق الاول ب 12 نقطه والفريق الثاني راه ب 11 نقطه غير بنسبه الاهداف اللي هو الاهلي، يعني حتى الفريق ديال زاناكو كان عنده 11 نقطه. والحمد لله يعني تجاوزنا ديك المرحله وربحنا ثلاثه ديال الماتشات متابعين. غادي ندوزو للماتش ديال الربع اللي ما غنتلاقاوش مع واحد الفريق اللي هو ساهل، الفريق اللي كان خدا اللقب العام اللي فات وخسرنا بواحد في الميدان ديالو، ورجعنا عاوتاني بواحد 0، عشنا نفس الاجواء اللي عشناها في الماتش الاول كونتر مونانا، بينانتيات عاوتاني وما نعاودش لكم كيفاش كيكونوا داك البينانتيات بالنسبه للجمهور. الماتش الثاني ديال العاصمه اتحاد العاصمه حتى هو واخا جبنا 0-0 من الجزائر، كلشي كان كيقول بان الماتش غادي يكون ساهل وهادي، والحمد لله في الاول ديالو راه كان ساهل ملي كنا رابحين 2-0. من بعد الطرد ديال العطوشي كلشي كان ممكن بالنسبه لفريق اتحاد العاصمه لانهم كانوا غادي يرجعوا في الماتش، والحمد لله يعني بفضل الله عز وجل بفضل اللعابه والجمهور وكذا تماركا واحد البيت في الدقيقه 90 ولا الدقيقه 91، الحمد لله دزنا به الفينال. والفينال يعني صراحه الدراري كانوا رجالي. فرصة لاعب مونديال الأندية لا تأتي كل سنة، الإعلام المغربي يضع آمالا كبيرة في فريق الوداد لتحقيق متمنيات الشعب المغربي. الوداد بحمولة تاريخية ووطنية كبيرتين، الإعلام الرياضي يستعد لدعم وداد الأمة في المحطة العالمية المرتقبة. الرجاء وصل للنهائي بالمغرب قبل 4 سنوات، والوداد بنفس الطموح والرغبة للدفاع عن الكرة المغربية والعربية رغم صعوبة التحدي. سبي غريبة على الوداد، كبرياء الوداد أنه دائما أنا أعود إلى التاريخ، الوداد سبق وأن واجه فرق عالمية مثل برشلونة مثل ليفربول والبقية طويلة، ولكن نحمل في نفوسنا العديد أو الكثير من الآمال بأن نشرف الكرة الوطنية وشعار الوداد هناك بالإمارات العربية المتحدة. نادي الوداد الرياضي وضع ثقته في مدرب مغربي وهو حقق هذه الكأس الغالية، مدرب مغربي الذي حطم العديد من الأرقام، آخرها أنه أول مدرب مغربي يحصل على عصبة الأبطال الإفريقية، هذا يشرفنا ويزيد من أحلامنا. أولا تكليف ماشي تشريف، يعني تمثيل بلد وتمثيل قارة، وداد بطل إفريقيا فهو ممثل القارة السمراء، اعتبار أنه القرعة كانت يعني قرعة متكافئة، لأن فرق باتشوكا
يمكن هو بطل امريكا الشماليه ومنطقه الكونكاكاف، كي عنده لاعبين مهمين بحال كيسوكي هوندا اللاعب الياباني اللي جاور نادي ميلان، ولكن يعني مثل هذه المباريات يعني تلعب في جزئيات بسيطه، واهم شيء هو لعب هذه المباريات بدون مركب نقص. ما قدم فريق الرجاء البيضاوي رفع العارضه نوعا ما، رفع المستوى. فريق الوداد البيضاوي غادي يحاول انه يدير نفس الانجاز رغم الامور صعبه، ولكن كنظن ان فريق الوداد البيضاوي في مباراته امام باتشوكا المكسيكي كتبقى الامور 50-50. فريق الوداد البيضاوي لا امل بالامكانيات ديالو، فيقدر يتجاوز الفريق المكسيكي ويتاهل لمباراه نصف النهائي، وكتبقى مباراه نصف النهائي ما غادي تكونش امام ريال مدريد، غادي تكون امام بطل كوبا ليبرتادوريس. كنظن انه الحظوظ فريق الوداد البيضاوي لا امل بالقدرات ديالو الامكانيات ديالو، كنظن انه يحقق نتيجه جيده، وكتبقى فقط انك تاهل كبطل افريقيا وتشارك في هذه البطوله كبطل افريقيا، فهو انجاز مهم لفريق الوداد. مشاركه فريق الوداد الرياضي في المونديال ان المجموعات التي يلعب بها المدرب حسين عموته تصر على تقديم صوره مميزه للكره المغربيه، ولا ادل على ذلك ان فوز فريق الوداد باخر لقب ونادي العرب في الملتقى الاخير لارب فيست سيخوله الاصرار وبالتالي تحقيق انجاز على غرار ما حققته الفرق العربيه المشاركه قبله في المونديال. لقب جديد ينضاف لخزائن الوداد، القاب والقاب والاحمر والابيض يبقى في القمه. وداد الأمة يستعد لتمثيل الأمة في مونديال الأندية، تاريخ حافل بالإنجازات وحاضر يشهد التتويج باللقب القاري وتطلعات لمستقبل كبير. البقاء في القمة وفي الواقع أصعب من الوصول إليها. الوداد انطلق من قلب المدينة القديمة في الدار البيضاء ليصل لقلوب المغاربة، والحكاية ستتواصل مع الأجيال القادمة.